السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفيز دي جيمينج، واليوم جبنا لكم لعبة جديدة وهي لعبة نيد فور سبيد هيتس. يا شباب بصراحة لعبة ممتازة كثير، حبيتها كثير لمحبين سيارات وتزويد سباقات، سواء كان في النهار او في الليل، مطاردات شرطة وغيره من هذا الامور كلها راح تكون متوفرة في هذا اللعبة، في هذا الجزء يا شباب، اللي هو المختصر ماله NFS هيتس. طبعا اللي يميز هذه اللعبة، أنا من وجهة نظري اللي عجبني كثير من بعد تجربتي اللي بضع دقائق قبل على أصور هذا الفيديو، هو أنه اكتشفت أن مثلا عندك العارضات والأشجار والحائط والجدران نفس هذه الأمور ما راح يعرقل في حركة السير لدى المركبة. انزين فجأة حسيت نفسي أتكلم رسمي زيادة عن اللزوم، ولكن يعني ما راح يعرقل. طبعا سيارات في هذا السلسلة هيتس مركزين كثير في صوت الموتر، يعني على سبيل المثال راح تسمع صوت التوربة هنا، خليك معي ناصت اسمع. حبيب ايوه تفضل ما عليك. ايوه انا وين؟ ايوه ما حد، ادي له نكزه يا ولد. طبعا يعني الشيء اللي يميز هذه اللعبه يا جماعه العمود، شل العمود كذا، والله ما حصل حاجه. طبعا انا ابغى اراويكم الدريفت، شوفوا الباك فاير يا ساده. خلونا نروح الجراج اراويكم، بغيت اراويكم نبذة بسيطة عن الجراج، كيف ممكن انك انت تعدل السيارات. نيد فور سبيد هيتس ركزوا كثير على موضوع تزويد السيارات وتعديل المركبة، سواء من داخل والمحرك في العادم الصوت والرنجات، مستوى الصوت وهذه الامور كلها ممكن انك انت تتحكم فيه. طبعا سباقات في اللي هو طور القصة، وعندك سباقات عادية طبعا ممكن انك انت تكسب فيه وتحصل فيه فلوس عشان انك بامكانك تزود السيارة اكثر واكثر. فخلونا ما نطول في الكلام، نراويكم بعض السباقات اللي ممكن نسويها او الجراجات اذا كان جراج مفتوح. خلنا نشوف، طبعا يبين الجراج مسكر فراح نيجي في وقت لاحق. اوكي طبعا ممكن تروح محطة يا جماعة، ممكن تروح محطة، شوفوا كيف تيجي محطة هذا كذا، وبعدين تعبي بترول اتوقع. انزل عبي، ما نزل. اوكي حلو جميل جدا. انا راح اروح الى المتسابقة، خلونا نروح ونشوف، نراويكم نبذة بسيطة عن السباق، عن اللعبة، عسى تنال اعجابكم مثل ما هو. بصراحة يعني من افضل العاب سيارات لهذا السنة بالنسبة لي، ممتاز بصراحة. ممكن تركب نوس على فكرة، في مجال تركب نوس، في مجال تركب توربو للسيارات اليابانية، ممكن تركب سوبر للسيارات الأمريكية. طبعا هذه السيارة اللي أعطيتكم الحين أو اللي جالس ألعب فيه الحين سيارة يعني هي البداية، بس بعدين ممكن أنك أنت تكسب سيارات من وراء السباق تشتري. Well, maintenance is part of the package. If you have any engine trouble, hear any odd noises, I'll take care of it. Thanks. Now you know where I'll be. Peace. طبعا هذا الشخص اللي اتصل فيه الحين يخبر انه سيارتك كيف وضعها، لانه هو اشترى من شخص فكان يسأل عن السيارة. طيب الحين عجبني بعض النقاط في هذه اللعبة، على سبيل المثال وقت اللودينج قبل على تلعب،
في يراوك استعراض لسيارتك. طبعا نحن متجهين الى سباق. There's a race down by the beach. You're not the only new face in town. All right. Figure you want to know how you measure up. طبعا هي راح تودينا الى سباق. في سباق راح تقام لدى الشارع البحري تحديدا. والله لعبة حلو. I'm guessing this race is how I make a name, right? You're not getting anywhere without one. You want to spend all that showdown bank on better parts or rack up invites to more races? Then people need to know who you are. And racing at night is the best way to make that happen. اوكي يعني هي تقول انه افضل وقت للسباق هو وقت الليل. الله ثنائي درفت. سوري دعمتك. طبعا هذه اللعبة يعني متقلب، مرة تكون في نهار ومرة في الليل. يعني سوري a little taste of the speed boys. Everything is really lame, crashy races you got no business being in. You step out on these roads and you're fair game. You hear that great horn? Is he talking to me? Damn right I'm talking to you. I'm numero uno around here. شفتوا كيف اصطدام الاجسام الثابتة ما راح يأثر عليك. هذا نقطة كثير عجبني. احاول اتعلم كيف ممكن ادخل درفت يا جماعه. الظهر وصلنا. Alright. طبعا اول سباق لي راح تكون، اتمنى انه ما راح اطلع اقل عن المركز الثاني اذا كان مش الاولاني. طبعا هذا بعض من المقاطع السينمائية اللي بصراحة متعوب عليه كثير. خلونا نبدأ. 3 2 1 انطلاق. طبعا سيارتي ستوك يا جماعة، ما فيها شيء، اللهم برمجة على الموتك مع زيادة فيول. اوكي عندنا موستانج، عندنا زد من نوع الشلبي، عندنا سيارات قوية. بصراحة أنا سيارتي ضعيف كثير، ولكن راح أحاول أكون في صدارة. فالحين هم جالسين يعلموني كيف أدرفت وأدخل. هو مش سباق وإنما دورة تعليمية. طبعا هذه البنت كانت صاحبة هذه السيارة اللي أنا أسوقها الحين للنيسان، ولكن ما علينا، لن نكثر في الكلام. مهمتنا هو الانتصار ونطلع على المركز الأول. واو طلعنا على البطلة. كلوز يا جماعة، سرعة 200 في تزايد خطير. يمين يمين، شوفوا هذا الماب. الماب راح يشرح لك ويسهل لك الدرب. ما يفيدش. 500 ريمايننج، بقى 500 متر. اصمد يا ولد. يس انه الفوز. يس طبعا اول مره بصراحه اشارك في السباق. تجمعات شباب. Think they'll be up for a race? Nice. هذول هم اللي يريدوا يجيبوا المشاكل يا سادة. Who's they? The league. They've been around for years. Yeah. Showdown floods this place with new blood. They surface and check out the talent. Once you're in, it's access to everything. Best cars, races, carts. You want to know why we're here every single night? That's your answer. صراحة شركة نيد فور سبيد. They say Luca was almost in and gave it up. Sounds just like him. أبدعت في هذا اللعبة.
كل الشكر. طبعا الشرطة هذا أمامنا. كبست علينا الشرطة يا سادة. اسمع الكتوف يا ولد، اسمع الكتوف يا ولد. طبعا في ضواهي هذا الليل أمطار غزيرة، ما يجعل اللعبة أكثر إثارة وحماسية. الله عليك، الله عليك الباك فاير. طبعا أنا الحين ما جالس في مهمة ولا حاجة، وإنما فقط مستر بو بو. أنا وين أقسم نفسي؟ أوكي خلينا نروح هنا، أحاول أظل الشرطة. ممكن أروح البيت. لا 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 بيمسكني. يا حبيب 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 التوربو. اوكي خلونا نعطيكم نبذة بسيطة عن الجراج. طبعا هذا 7425 ربحنا في مسابقة ريسينج اليوم في هذه الليلة. نطمح للكثير، نطمح في تزويد وتعديل المركبة. هذا طبعا الليفل اللي انت فيه مثل ما انتم شايفين، يا دوبك ليفل 1 توني داخل ليفل 2. alright خلونا نشوف وش اللي ممكن نسوي next morning. طبعا قصص سينمائية راح تدهشك في هذه اللعبة. طبعا نحن اشترينا السيارة من هذا الولد وهذا اخته. She is the perfect guy. Remind me again which one of us has actually been locked up? Oh, no, I learned my lesson. Only thing you learn, it's how to be boring. Anyone else loses their crew, it'd be a sign to give up or go back to college. Well, not me. And as for my crew, they weren't up for it. Maybe I found someone who is. None of that, that's what you think. You know, but stories I've been hearing lately, cops ain't playing no more. Mira, la calle está caliente. I know all about the cops. Papi gave me the same damn talk. Then act like it, mija. What? Like you did? Calmate, calmate. Calma, calma. That's a good question. How about our garage? Yeah. People stay here all the time. You sure? Find a free couch. It's all yours. طبعا هو مبسوط. ميك ا نيم كومبليت. مبسوط جدا لانه دخل الجراج يشوف الاجواء جراج. انا متحمس كثير بصراحة، انا من عشاق تزويد المركبات والاطارات وكل هذا الامور. برفورمانس الاداء، ندخل في الاداء. طبعا كل شيء مسكر في البداية يا جماعة، ولكن اكيد اذا حاب انك انت تفتح هذا الاشياء تنتظر وتراقب، يحتاج لك هارد وورك. طبعا المقصود فيه النوس، ممكن اني اركب نوس ب5000 غالي. خلينا نرجع له بعدين، خلينا نضبط باقي الامور نشوف وش اللي ممكن نسويه. اوكي طبعا اغلب الاشياء مسكر، فما راح اتبخل على النوس، راح اركب نوس 5000. اوتش. اوكي طبعا alright. الحين فتحوا لي كل شيء تقدر تقول. ممكن انك انت تزود سيارة على كيفك. كرانك شيفت. اوكي
طبعا كل شيء مش مفتوح. اللعبة جديدة يحتاج انك انت تلعب الكثير على اساس انك انت تفتح. ولكن خلينا نراويكم نبذة بسيطة اذا كان بالامكان. طبعا ممكن انك انت تغير البريك، التواير، سبرينجات، تنزل مركبة، ترفع مركبة، توربو، ممكن انك انت تركب توربو اللي محبين توربو سيارات اليابانية، سوبر تشارج لسيارات الامريكية وهكذا، هيدرز، انتيك، برمجة، هذا الكرانك شيفت، كلتش، يعني تقدر تقول اذا انت من محبين السيارات اكيد راح يعجبك. طبعا في بعض الامور اللي ممكن تحسن مثل البودي، التواير، الرينج، تشينج ريم مثلا ممكن تغير، هذه نبذة بسيطة. انا طبعا ما راح اركب الحين لانه مثلث بصراحة. طبعا هنا ممكن تدخل في الريم، تدخل في الصبغ، نوعية الصبغ وتصليح المركبة، يعني حتى قياس مثلا ممكن انك انت تركب. فعلى سبيل المثال هذا ما راح يكلف فممكن اني انا اغير. ممكن تغير نوعية التاير، التواير اللي يناسبك. طبعا هذا لا موجود، خلونا ما نطول كثير في التواير، نشوف الاصباغ. طبعا ممكن انك انت تغير لون المركبة، الله عليك مثل ما انت شايف لون المركبة. اوكي ممكن افكت مال النوس كيف حاب تخليه بالالوان، تاير سموك الوان كذلك، يعني اير سنسبنشن، هارن، اشياء كثيرة. هذا المركبة خلاص انا اساسا منزلنها اخر درجة. اكزوز ممكن انك انت اوكي، هذا انا هذا حق الباك فاير بايب. ممكن انك انت تتحكم على فكرة. هذا صوت، اوكي طبعا اشياء كثيرة ما مفتوح فخلونا اوكي. هنا ممكن انك انت تختار بين سباق ليل وسباق نهار. بصراحة هذا اللعبة كثير يحتاج له تغطية عساس اني اعطيكم المحتوى وايش اللي ممكن تشوف هذا اللعبة. ولكن الى الان راح انهي مقطعي في هذا اليوم. اتمنى ان اعجبك الفيديو، اضغط لايك، اضغط سبسكرايب، اعمل شير. الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية. سلام.